يسعد مساكم يا خامس ويعطيكم العافية يا رب. اليوم هو الاثنين الموافق 2/11/2020. اليوم إن شاء الله رح نحل مع بعض أسئلة مراجعة الدرس صفحة 77. الحصة الماضية شرحنا عن العناصر، اتعرفنا على العنصر وحكينا إنه هو مادة نقية بسيطة التركيب لا يمكن أن تتحلل إلى مواد أبسط منها بواسطة تفاعلات كيميائية، وحكينا كمان عن خصائص بعض العناصر، حكينا كمان كيف أعطوا العلماء رموز العناصر وتعرفنا على بعض العناصر شو هي رموزها. اليوم إن شاء الله رح نحل مع بعض مراجعة الدرس صفحة 77. نيجي على السؤال الأول. السؤال الأول الفكرة الرئيسية بقول لك بما تختلف العناصر عن بعضها البعض، إيش الأشياء اللي بتختلف عنا بين العناصر؟ العناصر ممكن إنها تختلف عن بعضها البعض في اللون، ممكن تختلف في الشكل، ممكن تختلف في الرائحة. ممكن عنا حكينا عناصر يكون لونها أصفر، ممكن لونها أحمر، ممكن لونها أسود، ممكن لونها أزرق. عنا عناصر لونها رمادية. بالشكل اللي هي المقصود فيها هون الشكل اللي هي الحالة لإلها، على أي شكل تواجدت، هل تواجدت بالحالة السائلة، هل تواجدت بالحالة الصلبة، هل تواجدت بالحالة الغازية. بالنسبة للرائحة برضو كمان من عنصر لعنصر بتختلف الرائحة. نيجي على السؤال الثاني. السؤال الثاني المفاهيم والمصطلحات. بقولك ضع المفهوم المناسب في الفراغ. الأولى فراغ مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات. مين هي هاي؟ اللي هي العناصر. حكينا إنها مادة نقية بسيطة التركيب، وحكينا كمان إنه كل عنا عنصر بتكون من مجموعة من الذرات أو من نوع واحد من ارتباطات الذرات المرتبطة بتكون مع بعضها البعض. نيجي على الثانية. بقولك فراغ أصغر جزء في المادة لا يمكننا رؤيته بالعين المجردة. مين أصغر جزء بالمادة واللي ما بنقدر نشوفه بالعين المجردة؟ اللي هو عنا الذرة. الذرة ما بنقدر نشوفها في عين المجردة وهي أصغر مكون للمادة. السؤال الثالث بقولك اكتب رموز العناصر الآتية. عاطيك الألمنيوم والكربون والكالسيوم وبدي إياك تكتب رمز كل عنصر. أول إشي عنا الألمنيوم. شو الرمز لعنصر الألمنيوم؟ نعرف إحنا حكينا الحصة الماضية إنه الألمنيوم الرمز تاعه هو Al. الآن نكتبها بالكابيتال لتر والال نكتبها بالسمول لتر. يجي على اللي بعده عنصر الكربون. الكربون اللي هو رمزه سي. رمزه شو؟ سي، والسي بتنكتب كابيتال لتر. العنصر اللي بعده الكالسيوم. الكالسيوم رمزه الكيميائي هو سي اي. السي بتنكتب كابيتال لتر والاي بتنكتب سمول لتر. السؤال الرابع بقول لك أصنف وميز بين رمز عنصري الهيليوم والهيدروجين والنيتروجين والصوديوم. بده إياك تميز بين عنصرين الهيدروجين والهيليوم وعنصرين النيتروجين والصوديوم من حيث الرموز. نيجي أول إشي على الهيليوم والهيدروجين. الهيليوم رمزه الكيميائي هو H كابيتال E سمول، والهيدروجين رمزه الكيميائي هو H والH بنكتبها بالكابيتال لتر. ليش اختار هذول العنصرين مع بعض؟ لانه الاثنين حكينا كانوا يبلشوا بالحرف الاول منهم نفس الاشي، الاثنين ببلشوا باتش، فالهيدروجين كان رمزها اتش والهيليوم رمزها اول حرفين من اسمها اتش و اي. نيجي على النيتروجين والصوديوم. برضو ليش النيتروجين والصوديوم؟ لانه الاثنين ببلشوا ببدايتهم بحرف الان، لكن العلماء اتفقوا ان النيتروجين يكون رمزه هو الان والصوديوم رمزه هو N A، والN تنكتب بالكابيتال والA تنكتب بالسمول. السؤال الخامس بقولك ما أهمية استخدام رموز العناصر للعلماء؟ العلماء مش حكينا إحنا أعطوا رموز العناصر، ليش أعطوها؟ شو الأهمية؟ حكينا أول إشي لتسهيل دراستهم والتعامل معهم. لما أعطوهم رموز هيك سهل عليهم دراسة العناصر والتعامل معهم. تاني إشي لتسهيل حفظهم، بدل ما نحفظ إحنا كمية العناصر هاي كل واحدة إيش اسمها كل واحدة إيش اسمها، لا بتعاملوا معاها إيش عن طريق الرموز. السؤال السادس بقول لك اختر الإجابة الصحيحة. رمز عنصر المغنيسيوم. مغنيسيوم إيش رمزه؟ ألف إم جي با إن إيه جيم إن
دال اس. طبعا هذا مش من العناصر اللي اخذناهم احنا لما شرحنا الدرس، لكن هو عمدا اعطاك كلمة مغنيسيوم بالانجليزي، واحنا حكينا اصلا العناصر اعطوها الرموز بناء على احرفها الاولى بالانجليزي. المغنيسيوم اعطوه الرمز ام جي، يعني ان ايه مستحيل يزبط لانه ما في بدايته ان ولا في ايه، الان لحالها ما بتزبط، برضو الاس لحالها ما بتزبط، الرمز اللي بزبط لها هو الام جي لانه بتبلش بالام وفيها جي، اذا رمزها هو ام جي. وهيك يا خامس بنكون خلصنا حل الأسئلة لهذا اليوم، يعطيكم العافية.